السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا كويسين وبخير. النهارده باذن الله هناخد يونيتات روعة لو كليوب دي اكسبلاتير دي الوحده الثالثه يا شباب. كنا خدنا طبعا مراجعه اولى ثانوي ومراجعه ثانيه ثانوي، وخدنا الجزء الاول من ثالثه ثانوي، هتلاقوها كلها مرتبه في بلاي ليست، ارجعوا وشوفوا لها، ارجعوا ليها يعني وشوفوها. يلا بسم الله. ان انيمال يعني حيوان، ان موتو طبعا خروف، لو بري ده مرعى كده الحيوانات، ان اجنو ده طبعا الحمل، بوك ده جدي، وعندي ان لابي ارنب، ان تشيفول ده طبعا حصان، ان كوك ده ديك، كناغ ده ذكر بط، ان تاغو، تاغو ده طبعا ده تور، ان شو او لو شو ده الحقل، دي فوازا جيران، جيران، ان بيانو اللي هو طبعا البيانو، ان فايولي، فايولي اللي هي طبعا آلة الكمان، لولاك بحيرة، أن إكسبلوراتيغ، إكسبلوراتيغ بمعنى مكتشف أو مستكشف، أن أوف بيضة، لو فيتيتي دي طبعا دراجة جبلية، أن را، أن را فأر كبير، أن را فأر كبير، لا فيغم طبعا مزرعة، أن شوفغ دي أنثى، إن شوفغ أنثى الماعز، وعندي إن بول فرخة، إن سوغي فار صغير. لي فوتو طبعا صور، إن فاك بقرة، وعندي لا كوزين مطبخ، دي بايساج طبعا دي مناظر طبيعية، لا كومباني الريف، دي اكتيفيتي، إن كين، إن كين بطة، دي فراز جمل، إن شير لحم الطيور، وعندي إن فين ده حقل عنب. خلاص، إن إكيغ ستابل ده المكان اللي بتعيش فيه الخيول، إن جوما، جوما ده طبعا في أنثى الحصان، إن برجري، برجري طبعا حظيرة، إن بريبي دي طبعا أنثى الخروف، وعندي إن نش ده بيت الكلب، أن فيلم، فيلم عادي، أن إكزامبل مثال، تمام، دي موستيك ده البعوض، وعندي لكلي مفاتيح، أن ديزير حلوة، لافيون طيارة، لو مارشي ده طبعا السوق، ان فيلاج دي قرية، ان ديفوار واجب، عندي او ديبت، او ديبت طبعا في البداية، او كنت غير دي معناها بالعكس، لانفيرسير معناها عيد الميلاد، لا في لا لابونيون طبعا الرأي، تمام، ان اكسبليكاسيون، اكسبليكاسيون بمعنى شرح، هي ان كلمة مؤنثة، ان اكسبليكاسيون، عندي لا تيلي لا بورت، اوكي تمام. ان لوجيك ده معناها مبرر منطقي، ان لوجيك، ان سيتاسيون طبعا موقف، لا فينيتر شباك، لا نتير طبيعه، ان ماغ دي مزاج، ان فيل مدينه، ان ريزو سبب، ان فيت حفله، ان انفيتاسيون دعوه، ان جار محطه قطر، ان لادغ قطار، وعندي ان ميزو منزل، ان conversation طبعا محادثة، تجور دايما، souvent غالبا أو كثيرا، parfois طبعا أحيانا، عندي encore مازال، déjà معناها من قبل أو سابقا، quelqu'un، quelqu'un معناها أحد ما، quelque chose معناها شيء ما، ici ou là، ici هنا، لا هناك، فهما يعتبر عكس بعض، أو واحدة القريب والتانية للبعيد، دي او طبعا معناه بالخارج، سي نورمال حاجه طبيعيه، ستريسي ده مضغوط نفسيا، اعتقد كنا دلوقتي مضغوطين نفسيا، نيل طبعا باطل او سيء او حاجه شبه كده يا شباب، ان ايتيلاسون، ايتيلاسون بمعنى يعني مستخدما او كده، اون ايتيلاسون فاتيجي متعب او مرهق، تمام تمام. اي بي زي طبعا ده متعب جدا، لو بريزو مضارع، لو باسي اكيد الماضي، لو بارتيسيبي باسي ده اسم المفعول، تمام، اوكسيليغ، اوكسيليغ بمعنى فعل مساعد، لاكور التبعية، لا انفيتيف ده طبعا المصدر، ليكور حصص، لي ابل قلب دي جبال القلب، ان كونتغول طبعا ده اختبار، دي كويك معنى فطاير مملحة، ماشي، لي ليجند معناها الأجندة واضحة قوي، أن بلوج مدونة، لي بلا أطباق، أن كونسير حفل موسيقي، لي سبيكتاتورز، سبيكتاتير بمعنى عفوا سبيكتاتير بمعنى متفرجين أو مشاهدين، ماجو لا ماجوريتي معناها الغالبية، لا بلونجي ده طبعا الغطس، لا فورماسي التكوين، طبعا لي تيرميناسيون معناها النهايات، ماشي.
لا بريباراسيون طبعا ده الإعداد أو التجهيز، إن روتين ده اجتماع، عندي إن ريباراسيو بمعنى توزيع، ديتاش مهام، وعندي لا ميوزيك الموسيقى، إن ترام بوك أو نوفير، تو لو موند جميع أو الكل، تاغ متأخر، عندي امبروسيفي امبروفيسي امبروفيسي معناها حاجة مفاجأة، وفيغ بمعنى مفتوح، انفارابل انفارابل بمعنى ثابت، رير نادر، فاميليغ معناها مألوف أو شائع. أوكي تمام، طبعا معظمها حاجات اللي هو بيستخدموها في الشرح، يعني يقولك اسم المفعول لا بارتيسيبي باسي، أحيانا أنت بتبقى عارفها بالشبه يعني، ماشي مش شرط تحفظها نطقها يعني بالفرنساوي. نيجي من ليكور ولي قلب وان كنترول، هي دي بقى ابتدى، والفطائر المملحة ابتدت فعلا الكلمات اللي هي علينا في المنهج، ان كونسير حفل موسيقي، اما الموسيقى ذات نفسها مؤنثة، اما الحفل ايه طبعا مذكر. تمام زي ما اتفقنا، لا ماجوريتي اللي هي الغالبية، لا بلونجي ده طبعا الغطس، لا فورماسي ده التكوين، تيرميناسيون بمعنى النهايات، لا بريباراسيون الإعداد أو التجهيز، وإن روتين طبعا ده إيه اجتماع كلمة مؤنثة، إن ريباراسيون بمعنى توزيع، ديتاش مهام، لا ميوزيك برضو مؤنث، إن ترامب بوك أو نوفير، تو لو موند الجميع، وطاغ معناها متأخر، امبروفيسي بمعنى مفاجئ، أوفيغ بمعنى مفتوح، انفارابل بمعنى ثابت، رير نادر، فامي لا مألوف أو شائع. دلوقتي يا شباب هندخل في الأفعال، فعل زي ايكوتي معنى ينصت، سو بروموني بمعنى يتنزه، انتاندغ يسمع، مونتري يشير، شاسي يصطاد، سافواغ يعرف، مونتي يصعد أو يركب، السي معناه يحاول أو يقيس، بيندغ يرسم، ديسيني يرسم برضو، شانتي بمعنى اللي هو طبعا بني آدم بيغني، دونسي واحد بيرقص، روباسي يكوي، ناجي يعوم، سكايي يتزحلق، جويدو يستمتع بيه. تمام خد بالك هي في فرق ما بين الاي والار، يعني بص احنا طبعا واخدين الفيرب جوية جي او يو اي ار، اما دي اي ار، فاهم ده في فرق. بلونجي يغضص، سو رابيلي يتذكر، سو بروديغ يتكاثر، اليفي يربي، تمام، رامي سي يجمع. بص شباب كازي بمعنى يكسر، باسي بمعنى يمر او يقضي، سو باني بمعنى يعوم في البحر، افوار فام جعان، كوم بارير معنى يقارن، فينيغ يأتي، صغطيغ يخرج، افوار بوغ طبعا حاسس بخوف، كوغيغ بيجري، وفغيغ معنى يفتح، رونجي يرتب، يفواغ يجب، رونتري يعود، دوغمير طبعا معنى ينام، كوم بروندر يفهم، راكونتي يحكي، راكونتي غير ريكونتر نفرق، راكونتي يحكي، اما ريكونتر معنى يقابل. اوكي افوار يملك، ادغ يكون، اريفي يصل، سوليفي ينهض، بارلي يتكلم، فينيغ ينهي، مادغ يضع، براندر ياخذ، اوفغيغ يفتح، لير يقرا، سوغتيغ يخرج، ديجيني يتغذى، سوكوشي ينام، ديكوغي معنى يزين، بارتيسيبي طبعا يشارك، سوكوبي ينشغل بيه، انستولي طبعا يشغل، وطنبي يسقط، ساميوزي يتسلى، رونتري يعود، ادوغي يعشق، سو ريفيلي معنى يستيقظ، بليغي معنى يبكي. خلاص كده مية افعال هايلة. اجاردوي طبعا اليوم، دي اوغ خارج، دوما غدا، عندي درول درول معناها غريب او شاذ، افيسيس معنى فعال، تمام، انكوغ معناها مازال، فاتيجي متعب، إيه طبعا امس، امبروفيسي معناها مرتجل، شفتوا انتوا لما حد يقوم يقول حاجه من غير ما يكون محضره دي اسمها قصيده مرتجله، طبعا مش بس على القصايد اي حاجه شباب، دومي معناها ابدا، مانيفيك رائع، مينو معناها جذاب او ظريف، نيل تافه ملوش اي قيمه، اوريجينال اصلي، بيرسون شخص، كيلكان طبعا شخص ما، ريا لا شيء لا شيء، طاق معناها متأخر. دلوقتي ده يا شباب حاجات بتيجي مع فيرب ادغ، خلاص اوكي، ادغ ليبر معناها ان هو بيكون فاضي، ادغ اوكوبي معناها مشغول، طيب ادغ انكيا طبعا قلق، ادغ سو شور معناها ايه طبعا متأكد، بريت جاهز او مستعد، اتوني مندهش، لا موجود، كالم هادي، منتيغ معناها كذاب،
سانسيغ صادق، اون بون سانتي بصحة جيدة، ادغ مالات طبعا مريض، انتريسان حاجة شيقة، سيليبري مشهور، كونتون بمعنى مسرور أو راضي أو سعيد، بروسون معناه كسول، شوماغ بمعنى عاطل. عندك طبعا كوليغ بمعنى غاضب، فاشي بمعنى غاضب أو حزين برضو، أليغ طبعا في الوقت، أون أفانس يعني مبكر، أون روتار متأخر، أون بان معناها عطلان، بريسي مستعجل، أون ترادو معناها منهمك أو مستمر، أون ترادو، أوكورادو يعني على علم أو دراية، أوبليجي مضطر، ها انكروبال، انكروبال معناه ممل أو حاجة لا تطاق، مشا معناه مشاغب، طبعا بولي اللي هو المؤدب، كوني بمعنى معروف، انكوني طبعا أكيد غير معروف، جولي جميل، بو وبيل، بو طبعا جميل وبيل ده المؤنث. بعد كده جايب لي تعبيرات بيجي بعدها حرف الجر دو وبعد كده فيرب في المصدر، افوار الله يا الله طبعا عفوا، avoir le temps de، avoir le temps de بمعنى لديه وقت، دي avoir le temps de. طيب avoir envie de معناها لديه رغبة، هو بيقول لك دي تعب، بيقول لك دي تعبيرات بيجي بعدها حرف الجر دو وبعد كده فعل في المصدر، avoir le temps يعني ايه لديه وقت، دو انه يعمل حاجة فلانية، avoir envie عنده رغبة انه كده فاهمين، être obligé de مضطر انه يعمل الحاجة دي، ادغ انترا دو مستغرق او مستمر كذا، ديسايدي دو قرر حاجة، سيسي يوقف او يمنع حاجة، اسي يحاول في حاجة، انتر دي معناه ممنوع من شيء او كده. ماشي يا شباب، يبقى في مصطلحات، افوار لطا عنده وقت او لديه وقت، افوار انفيدو لديه رغبة، والباقي ادغ اوبليجيه مضطر، يكون مضطر يكون مستغرق، يقرر يكف يحاول اسي، وعندي انتر دي اللي هو ايه ممنوع. طبعا انا ملاحظه ان احنا لحد دلوقتي ما خدناش الا الكلمات في الوحدات، بس دي مراجعه كويسه على الكلمات، الجرامير باذن الله هنشوفه وهيلمنا برضو في المذكره دي، المذكره دي بينها كبيره فعلا وشامله حاجات كتير جدا، وان شاء الله نبسط يعني ونراجع بشكل كويس. المهم انا نكمل يا شباب، ده طبعا الايميل، سالي سالي اهلا اهلا، اوتي فا بورجوايي دو لا ناتير، اوكي انتر دي قلنا ممنوع، ماشي معلش عفوا، اين انت تستمتع في الطبيعة، فقال له جوفي اين يعني بتروح تستمتع فين وكده، قال له جوفي على كومباني بروح الريف، قال له افيك كي، قال له جوفي افيك ما فامي مع عائلتي، كيس كي في بتعمل ايه، قال له لا هناك، تو مونت اشيفال يعني انا بركب على الحصان، ضلو شو داخل الحقول بس كده، قال له تشاو، قال له بالسلامة تشاو. اللي بعده سالي سالي، تي بريفيري باسي لو كان على كومباني او على فيل، بتحب تحب تقضي عدتك فين، في الريف ولا في المدينه، قال له جو بريفير باسي لو كان على كومباني في الريف، قال له افيك كي مع مين، قال له جو لو باس افيك ما فامي يعني بقضيه مع عيلتي، قال له بوركوا لماذا، قال له جو بريفير لا كومباني بارسكو طبعا اكيد لماذا مش لماذا بيقضي مع عيلته، لا لماذا بتروح الريف، قال جو بريفير لا كومباني بارسكو جيم لا ناتير انا بحب الطبيعه، ايه لو كالم وبحب كمان الايه لا ناتير طبعا الطبيعه، وبيحب كمان لو كالم، لو كالم الهدوء، تشاو تشاو. طيب ايميل اللي بعده، سالي سالي كومو تيي الي على فيرم، كيف انت يعني تذهب للمزرعه، قال له جو سوي الي على فيرم اون فواتير بالعربيه، خد بالك عشان هي مقفولة فقال لك اون، كومبيان دو جور تي يابا سي بتقضي كام، قال له لابا هناك يعني لابا لو سوي مونتي اشيفال، هو سأله عن عدد الايام، اه معلش يا جماعة اتلخبط، جي باسي دو جور، قال له ان انا بقضي يومين. طيب السؤال الثالث بيقول له كيسكي تي يافي لابا، فطبعا قال له لابا لو سوي مونتي اشيفول بركب حصان، جي رامسي دي فريز وبجمع فراوله، يبقى مونتي اشيفول احفظوا التعبيرين دول لان تقريبا هم اهم تعبيرين لما عايز تقول يعني تعمل حاجه في الريف فبتقول التعبيرين دول في الغالب، مونتي اشيفول معناها انك هتركب ايه حصان، جي رامسي دي فريز يعني تجمع، تجمع واخد بالك انت، يبقى تجمع رامسي تمام، رامسي دي فريز يعني انك تجمع ايه فراغ، بيجي معاه فيرب افوار، جي رامسي دي فريز، اوكي يا شباب اوكي.
او ممكن تقول جو راماسي وخلاص، يعني من غير جي اصلا، بس هو عشان جايبها في الماضي فعشان كده. طبعا احنا عارفين ان في فعل له 14 والباقي بيجي مع افوار وادغ، هندرس ده كله بالتفصيل. عارفين ان واحد منهم بيجي مع 14 فعل بس والباقي، يعني مثلا ادغ مش بيجي مع ال 14 فعل، وافوار بيجي مع الباقي، فاهمني؟ بس كده. اوكي ماشي، تعالوا نكمل شوية. سالي سالي تي ام لافي على كومباني، قال له جيم لافي على كومباني، المفروض يقول وي لان ده يعتبر سؤال بهل، ويقول له انت بتحب الحياة في الريف، المفروض يقول له ايوه انا بحب الحياة في الريف. خلاص طيب، سي وي او نو دي موا بوركوا، يعني هو بيقول له بلا، يعني سي وي بلا ايوه او نو ولا لا، دي موا بوركوا، وقول لي كمان لماذا. فطبعا قال له انا بحب الحياة في الريف. الجملة اللي بعدها دي خلت مفيش داعي انه يقول وي او كده، I think يعني. اوكي ماشي، بعد كده قال له كاسكتي ام فيك، وكمان بتحب تعمل ايه؟ بص يا شباب، هو في الاول قال له انا بحب الحياة في الريف، وبعد كده قال له جولا بريفير، ان هو بيقول له بوركوا ليه بتفضله، فقال له جولا بريفير باسكو ان يابا دو بوليسيون، يعني ايه ان يابا دو بوليسيون؟ يعني ما فيش تلوث. ولا جيم راماسي بتعمل ايه هناك؟ قال له راماسي يعني بيجمع، دي فريز بيجمع فراولة افيك لا بيسون اي مونتي اشوفال، اهم تعبيرين زي ما اتفقنا. الايميل اللي بعده، سالي سالي Qu'est-ce qui t'y va en vacances? Allô, en vacances, je vais à la campagne. Pourquoi? J'aime beaucoup l'eau calme et l'air pur. Ou le هواء النقي. تمام؟ Et l'air pur, يعني الهواء الايه؟ النقي. Allô, est-ce que tu fais? بتعمل ايه؟ Allô, j'aime monter à cheval et faire du VTT dans l'eau chaud. Dans les chauds. Ok, salut, salut. Tu as fait ton anniversaire? يعني تحتفل يعني بعيد ميلادك؟ قال له وي جي فيت مون انيفرسير. قال له تيا انفيتي تيكوبا، دعيت اصدقائك؟ قال له جيا انفيتي ميكوبا، المفروض برضه يقول له وي. طيب كاسك تيا في افيك تيكوبا بوندولو فيت، عملت ايه بقى؟ قال له بوندولا فيت ميكوبا اي موا، اصدقائي وانا اونا شونتي. طبعا هتاخده، هناخد يا شباب طبعا ازاي بنعبر عن الماضي. خلاص فيرب اتغ بيجي مع 14 فعل، وفيرب افر بيجي مع بقية الأفعال، وبعد كده تجيب اللي هو احنا بنسميه في الإنجليزي بارت بارتيسيبل، تقريبا التصرف الثالث للفعل، فبيبقى فيه لا إما اتغ لا إما افر، وبيجي بعدهم فعل ما ايه اسمه، اسم مفعول أو حاجة شبه كده، يعني عامل زي البارت بارتيسيبل في الإنجليزي زي ما اتفقنا. اوني تمام، انا اشيت هناخد ده بالتفصيل شويه ما تقلقوش. انا شونتي يعني احنا بنغني، ها ايه اوكوتي وبنسمع، دول ميوزك موسيقى. تمام، ابتدى دلوقتي طبعا في الموضوعات. سو باني سو بروموني دوني امونجي. اوكي جي باسي لو فاندردي دغني على كومباني، قضى ايه الجمعة اللي فاتت في الريف. Je suis allé en voiture avec ma famille، وراح طبعا بالعربية مع عائلته. Je me suis promené à cheval، ركب أخد حصان، dans le champ في الحدائق، وبيقول كمان Je me suis pané dans la rivière، يعني إيه كمان يا شباب؟ Je me suis pané dans la rivière، يعني عم pané بمعنى يعوم، اتفقنا تمام؟ باني بمعنى يعوم، فهو بيقول جوموسوي، لازم تصرفيها طبعا، وكلام ماضي، فعشان كده هو جايب له سو باني، فقال موسوي باني. ازاي؟ اول حاجة طبعا عارف ان هو موسوي يعني انا اكون اعوم، باني بيجي مع فيرب ادغ، وبعد كده صرف المو عشان مع الجو معنينا. هناخد ده كله بالتفصيلة، بس مش عايزة لخبطكم دلوقتي، بس دي تركيبة الجملة فعلا. جو الفعل، مو عشان تعرفين ان هو فيرب ذو ضميرين، سوي اللي هي اللي بتعبر عن الماضي، فاجيب فيرب ادغ، وبعد كده التصريف الثالث الفعل اللي هو باني. دول لا ريفير، تمام. جو سوي الي شي لو فوازا دي مي جران بارو، يعني بيقول ان انا رحت عند ولاد عمي دو مي جران بارو لاجدادي. تمام، جي دوني امون جي اولا بي، وانا كمان اكلت. جي دوني امون جي اكلت اللي هي الارانب، اي جي راماسي ديزوف، وجمعت البيض. خلاص طبعا هو كان مديني
سابني فهو قال ان انا كنت بعوم في النهر. سوبروموني بيقول ان انا اخذت الحصان. دوني امونجي بيقول ان هو اهي جي توني امونجي اولا بي اطعم الايه الارانب وكمان جمع بيض. تمام اللي بعده تيابا في تيابا في سو كان على ميزو يعني قضيت عطلة نهاية الأسبوع في البيت. راكونت احكي راكونت تيابا عملت ايه. J'ai passé le vendredi dernier à la maison. تمام. J'ai passé le matin. يعني هو بيقول إن أنا قضيت الصباح à lire في القراية. تمام. يعني هو بيقول J'ai passé le matin à lire. يعني هو بيقول إن هو قضى الصباح في القراية. هو بيقول إن هو J'ai passé le matin à lire. ان رو ما تمام لابريميدي بعد الظهر. تمام يقول ان هو جي ريجاردي ان فيلم شاف فيلم على تيلي او على تلفزيون عادي يعني جي اكوتي وكمان شاف فيلم على التلفزيون واستمع دولا ميوزيك للموسيقى على راديو في الراديو. لو سوار بليل جي جوايي لعب ادي جو فيديو العاب فيديو خلاص كده. جي في ان فورم أونلاين افيك دي زامي فرونسي وبيقول كمان ان هو يعني كأنه يعني اتصل بالانترنت محادثة او كده مع زمايله. طيب اكتب برضو ايميل لصديقك لي تي بريفير لا كومباني انت بتفضل الريف. فطبعا قال له جو بريفير لا في لا كومباني بارسكو ان يا بعد اوبليسيون كوم لا فيل او الحاجة ان ما فيهوش تلوث. جيم بوكو لو كان الاغ بير بحب الهدوء وبحب الهواء النقي. À la campagne, je peux monter à cheval, faire cap chausson, et je peux aussi nager dans la rivière, ou quand même barre à faum, ou pas dans le naum, et ramasser les fraises, ou pas gamme à l'faraoula, avec les baissons. Tamen. Le bas de chebeb. D'aïd meledak, col l'alem, a participe, a tcherik fi hazel aided, ou kida yan chebeb. Tamen. Décoré. يزين سوكو بيدو وعندي دادي جويزمو وحفلات التنكر. المهم ما فامي بتقول عيلتي اورجانيزي بترتب او بتنظم حفلة الوكاسيون بمناسبة دومون انيفرسير يعني بمناسبة عيد ميلادك. تمام طول موند كل العالم ابارتيسيبي على بريباراسيون شاركوا في اللي هو الاعداد او التجهيز. مي مام لافين سون الي او سوبر مارشي اي اون اشيتي لي بواسون اشتريت المشروبات. لو كليوب كوزين تمام ا بريباري دي سالاد اشترى سلطات. افي دي كيش اي دي جاتو تمام. مام دي بيغي افي طبعا انت بتقول اي اسماء بس انت طالما الاسماء دي مش يعني مش عارفه اقولها ازاي مش مستساغه ليك ممكن تقول اي اسماء فاهم يعني تقول والدي والدتي اخويا اختي ابن عمي ابن خالي صديقي كده من غير اسماء اصلا بس يعني بس ده اللي انا عاوز اقوله. تمام مام دي بغي افي دي دي جويزو حفلات تنكر بور لزلاف لكل التلاميذ. ماني ايه اني بورتال اون دو كوري لا سال زين الصاله. تمام ايه اون مي لا تابل تمام ورتبوا الترابيزة. جين إلوغ سوسان أكوبي كانوا مشغولين دولا ميوزيك بالموسيقى. أوكي بس يعني مشغول بالحفلة تقول أنا عندي حفلة بمناسبة كذا والحفلة هتكون الساعة كذا وتقول كل واحد من عيلتك بيرتب فيها ازاي. خلاص يا شباب دلوقتي بقى هنكمل. بسم الله تيي علي على كومباني افيك تافامي يعني انت رايح الريف مع عيلتك سو ويكند هذا الاسبوع. كيس كي تي في لابان هتروح تعمل ايه راكونت احكي. بيقول بوندا الويكند تمام. ما فامي اي موا اوني الي على كومباني تمام شي لو جران بارو اون ا باسي دو جور سوبر مون بير ا ايدي انكل فؤاد دون لو شون ما مير ا رامسي دي فريز مون بيتي فرير سي باني دون لا ريفير ما سور ا رامسي دي زوف موا جو سوي مونتي ا شوفال دون لو شون ما صار مون فرير اي موا اون ا اون ا دوني ا مونجي اولا بي. عارفه اني ما ترجمتش. بصوا يا شباب بيقول ان هو في عطله نهايه الاسبوع راح هو وعيلته وراحوا للريف وكده عند اجداده وكده. بيقول ان هم قضوا يومين رائعين. والده ساعد عمه فؤاد في الحقل. امه مثلا جمعت فراوله.
بيقول ان هو اخوه الصغير عايم في النهر، اخته جمعت البيض، بيقول وانا ركبت حصان في الحقول، بيقول ان اختي وانا واختي واخويا وانا اكلنا الارانب. بس كده، وبكده يا شباب يكون خلصنا يونيتي تروا. المره الجايه باذن الله هناخد يونيتي كاتر. بس كده، اتمنى اكون استفدتم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعمل لايك، لو عندك سؤال او تعليق او اقتراح سيبوه في كومنت، وضغطوا على زر الاشتراك عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامه.